الأول من محافظة الجيزة من داخل مدرسة الأورمان الثانوية. يعني من بداية اليوم وإحنا بنتابع نسبة الإقبال في محافظة الجيزة، يعني الأعداد بتتزايد مع توالي الساعات. لكن اللي عايز أتكلم حضراتكم فيه هو كم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. يعني لو هنلاحظ حضراتكم دلوقتي مثلا في بوابات تعقيم، يعني لتعقيم المواطنين أثناء دخول المواطنين أو الناخبين للجان الانتخابية الخاصة بهم. ده غير أن كمان يعني بيتم استغلال الأوقات الفاضية أو الأوقات اللي اللجنة ما فيهاش فيها إقبال مثلا، وبيتم دخول لفرق تعقيم زي ما هيبان معايا دلوقتي. فرق تعقيم بتدخل اللجان الانتخابية وبيتم تعقيم اللجان الانتخابية. كل الإجراءات الاحترازية دي من أجل حفظ سلامة المواطن المصري وعدم تفشي فيروس كورونا. طبعا عارفين أن التعقيم حاجة مهمة جدا، ده غير أن اللجان الانتخابية ذات نفسها من الداخل فيها كافة الوسائل التعقيمية. لو هنتكلم بقى عن محافظة الجيزة بشكل عام، يعني محافظة الجيزة يعني فيها حوالي يعني مرشح ليها 362 مرشح بيتنافسوا على 25 مقعد داخل 12 دايرة انتخابية. كمان عايز أكلم حضراتكم عن التأمين في محافظة الجيزة أو في اللجنة اللي أنا فيها مدرسة الأورمان، يعني في تأمين مكثف داخل وخارج اللجان الانتخابية. كمان لاحظنا وجود للشرطة النسائية في دوريات من الشرطة، يعني بتمر كل شوية لمتابعة سير العملية الانتخابية. ده غير أن تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية أو رصد أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية. دي كانت أبرز اللقطات يعني لحد دلوقتي داخل محافظة الجيزة اللي رصدنا حضراتكم فيها قد ايه الاهتمام بالاجراءات الاحترازيه، لان الانتخابات دي بتقام في ظروف استثنائيه وهي جائحه فيروس كورونا. وكمان يعني عايز اقول لحضراتكم ان في مساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، في كراسي متحركه، في كمان يعني كراسي على مسافات متباعده يعني حفظ سلامه وامان المواطن في حته ان هو يعني في تباعد ما بينه وما بين الناخب الاخر. التباعد الاجتماعي كمان بيتم مراعاته بشكل كبير جدا. دي كانت ابرز اللقطات لحد دلوقتي من محافظه الجيزه. يعني هتابع لسه مع حضراتكم الاقبال وكمان الاجراءات الاحترازيه على مدار اليوم. بشكركم. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وما زلنا بنتابع معكم انتخابات مجلس النواب لعام 2020 من داخل غرفة العمليات الخاصة بوزارة التنمية المحلية. ويعني بتقام هذه الانتخابات كمرحلة أولى في 14 محافظة، وهم شمال ووسط وجنوب الصعيد في 11 محافظة: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا الأقصر، وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر. أيضا غرب الدلتا في 3 محافظات: محافظة الإسكندرية والبحيرة ومطروح. أما عن عدد اللجان العامة على مستوى الـ 14 محافظة يبلغ عددهم 95 لجنة عامة، المقرات الانتخابية 4713، اللجان الفرعية 9848، عدد الدوائر 71، المقاعد 143، أما المرشحين ف 1745. أما عن الكتلة التصويتية الخاصة بالـ 14 محافظة فيبلغ عددهم أكثر من 31 مليون من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. لو تحدثنا عن طبيعة غرفة العمليات هنا، فالحقيقة يعني الغرفة متابعة للانتخابات مجلس النواب منذ الأيام السابقة للتأكد من كافة جاهزية المقرات الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي في المقرات الانتخابية، من توفير مظلات خارج اللجان، توفير كرسي متحرك لكبار السن وذوي الإعاقة، أيضا توفير يعني أو تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير فرد يعني من وزارة الصحة خارج كل لجنة فرعية بيقوم يعني قياس درجة حرارة الناخب قبل دخوله، تعقيم يديه، وإعطاءه كمامة في حالة عدم ارتداء الكمامة الخاصة به. يعني هنا منذ الصباح اللجنة أو غرفة العمليات بتتابع لحظة بلحظة كافة المحافظات، يعني لم يتم رصد أي مخالفات غير مخالفة واحدة وقالها وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وهو فتح لجنة واحدة متأخرة عن ساعة عن الميعاد الخاص بها في محافظة المنيا، وتم ضمها للجنة أخرى. لكن يعني بتتابع الغرفة السير العملية الانتخابية بتصير بهدوء، ويعني
في حالة وجود أي مشاكل بتتدخل بسرعة لحلها وتيسير الأمور على الناخبين. يعني هذه كانت أبرز المشاهد والأحداث هنا، وسنتابع معكم بالتأكيد في الخدمات الإخبارية القادمة. كنت معكم نسمة الشفعي مراسلة قنوات أون.